او نقول صباح الخير يعني لكل مشاهدي قناة الصحة والجمال اللي هم يعني بيشاهدونا يعني في من خلال هذه الشاشة الجميلة جدا، وايضا من خلال الساعة اللي احنا هنكون معاكم فيها في قناة الصحة والجمال. وطبعا احنا جايين في وقت ان احنا نقعد معاكم عشان نتكلم معاكم، عشان طبعا احنا عارفين طبعا بكرة الجمعة واجازة وفي ناس كتيرة جدا سهرانة، وبالتأكيد طبعا مش هيسيبونا لان احنا جايين النهاردة نتكلم معاكم في موضوعات جميله جدا، وموضوعات يعني لازم كنا ان احنا نتكلم فيها. لكن خليني قبل ما نتكلم في موضوع اللي احنا حلقتنا النهارده اللي هو عنوانه خليك في البيت، وطبعا مخرجنا وليد عماره ان شاء الله هيحط لنا تليفوناتنا وارقامنا عشان اي حد حابب يتصل بينا. لكن في البدايه في بعض الرسائل البسيطه جدا اللي انا عاوز اقولها. أول حاجة عاوز أوجه التحية للأستاذ محمد رمضان وفريق العمل معاه اللي بيتمثل في محمد المالكي وتامر عبد المجيد ومحمد فؤاد. الحقيقة يعني الأستاذ محمد جوبايد ميديا يعني الحقيقة عاملة شغل كويس جدا في قناة الصحة والجمال، وشايفين يعني الديكور اللي احنا قاعدين فيه ده من الديكورات الجميلة جدا، يعني كان بنحلم. وزي ما قلت لكم بالظبط امبارح مع الأستاذ محمد رمضان إن هو اللي اشتغل يعني مع الزملاء بإيده، والحقيقة أنا صورته طبعا استأذنته امبارح ان انا انزل الصور، فان شاء الله الصور دي ننزلها. لكن في مجهود كبير جدا من الفريق العامل كله هنا في قناه الصحه والجمال عشان ان هم يبرزوا القناه وتكون متالقه وتكون ليها في المرتبه الاولى ان شاء الله في الايام القادمه. الرساله الثانيه بوجهها لتحيه الى رجال الشرطه ورجال الجيش والقياده السياسيه وقياده الرئيس عبد الفتاح السيسي وايضا رئيس الوزراء السيد مصطفى مدبولي ووزيره الصحه وكل الازمه خليه الازمه اللي هم قاعدين حقيقه جدا عشان يخلوا مصر خاليه من الوباء. لكن عاوز اقول لابد ان احنا نساعدهم، لابد ان احنا نساعدهم. نساعدهم في ان احنا نلتزم في البيت، نلتزم باوامر الصحه اللي هو اللي بتقولها وزاره الصحه، نلتزم باشياء كثيره جدا لان ايد واحده مش هتسقف. عشان كده احنا بنطالب الناس كلها بنقول لك خليك في البيت. احنا عارفين الناس بتقول لك طب انا بشتغل يومي والكلام ده ويوم بيوم بجيب قوتي والكلام ده. احنا الحقيقه محتاجين ان احنا نقعد في البيت، وبنقول كمان ان شم النسيم اقعدوا في بيتك، ما تنزلش، اقعدوا في بيتك وفي شم النسيم. ايضا اللوازم رمضان اللي انت هتجيبها لا اقعد، احنا مش عاوزين الزحمه، الزحمه دي يا جماعه هي اللي بتؤدي الى الكوارث. وعشان كده احنا بنقول لكم خليكم في البيت، وده ضروري جدا خليكم في البيت. الرساله الثانيه اللي انا بوجهها دي ايضا وهي رساله مهمه جدا للفريق الطبي، الفريق الطبي اللي هو بنسميه الجيش الابيض. الفريق الطبي ده ما هوش بس اللي هو الاطباء والصيادلة والممرضين، كل اللي بيشتغلوا في الحقل الطبي. في شريحة في الحقل الطبي أنا حابب أن أنا أحييها، هم عمال النظافة اللي بيشتغلوا في يعني في المستشفيات. دول حقيقي يستحقوا التحية لأن هم برضو جنود، يعني بيساعدوا الدكاترة في التنظيف وفي إزالة، يعني بيمدوا إيدهم في الميكروب في الفيروس. يعني فدوم يعني أجهزة الإعلام متجاهلة حقيقي هؤلاء الناس البشر دوم. لكن أنا بقول أن عمال النظافة زيهم زي الأطباء، زيهم زي الممرضين، زيهم زي بتوع الإسعاف، ما يقلوش أي شيء، فهم أيضا جنود، فلابد إن احنا ننظر إليهم. كمان في حاجة تانية أنا عاوز أحب أتكلم عنها وهي إذا كان العاملين في مجال الطبي والصحي هم جيش مصر، فإن الخط الدفاع الأول هم الصيادلة. هم الصيادلة هم الخط الدفاع الأول في هذا الجيش العظيم، وهم الجنود المجهولون، يعني مجهولين في تلك المعركة الحاسمة ضد الفيروس. لينا ذكريات، مين أي أم ما لهاش يعني أو أي فاكرة ذكرى حلوة طيبة مع الصيدلي لما كانت بتروح له تقول له إن ابني تعبان، فكان بيوصف لها الدواء وبيقول لها إيه يعني على الدواء. كان في فيلم شهير جدا كان الصيدلي اللي هو الفنان الراحل حسين رياض، وكان في فيلم حياة أو موت، وكان إزاي الصيدلي ضميره يعني ما سابوش، كان ممكن يعمل يطنش أو أي فيه لما عمل التركيبة غلط، لكن قاعد يجري وكانت عشان ينقذ حياة مواطن. فالطائف
فرجال الصيادلة حقيقي لهم دور كبير جدا في المجال اللي هو مجال الخط الدفاع بتاع الجيش الأبيض اللي هو الأطباء. عشان كده احنا بنحييهم وبنحيي كل العاملين في الوسط الطبي، لأن هي الدور بتاعهم العالم كله النهاردة بيعترف بفضل الأطباء، طبعا بعد فضل ربنا علينا هو الأطباء، وهم من الأسباب. عشان كده اسمحوا لي أرحب مرة أخرى بالدكتور ربيع محمد دندراوي عضو نقابة الصيادلة. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ طارق ومشاهدينا. برحب بالدكتور أحمد زهير الصيدلي أيضا، برحب بحضرتك. أهلا وسهلا فندم. أهلا بحضرتك. وكمان خلوني النهاردة فيه بس عاوز أقول حاجة جميلة جدا في مصر هنا، في يعني الحظر اللي موجود يا دكتور ربيع أظهر لنا مواهب. انا بس حابب نتكلم يعني في اسكندريه لاعب كمال اجسام اسمه وائل، الحقيقه يعني عامل فيديوهات حقيقيه جميله جدا، يعني ايه يعني ودي بتظهرت لنا المواهب، يعني في مواهب موجوده، المواهب دي بتظهر في يعني عاملين شويه اسكتشات حلوه جميله جدا فيها نصائح للناس، فيها ازاي ان تعمل التطهير، في فوائل ومجموعه من ناس في اسكندريه، يعني احنا هنحاول مخرجنا وليد عمر ان هو يجيبه لنا معانا على الهواء نكلمه على التليفون، فياريت ان هو يكون معانا على الهواء يعني ونكلمه. خليني في البدايه مره تانية بقى حد لما يجي الاتصال التليفوني ده طبعا ارحب بالدكتور ربيع. دكتور ربيع يعني مره تانية انا بستضيفك هنا وبتكلم معاك، لكن نقول احنا بنقول ان الصيادله هم الجيش الاول في الدفاع عن صحه المواطن. هو طبعا بالنسبه لي هو شرف ليا طبعا ان انا اضيف تاني هنا في قناه الصحه والجمال، ورب اكون بقدم اضافه كويسه للقناه وللمشاهدين. احنا لو بنتكلم عن الصيادله فاحنا بنتكلم على فئه كبيره جدا في الوسط الطبي، احنا حوالي 250 الف صيدلي موجودين في الصيدليات العامه في الشوارع والميادين وفي كل مكان في مصر، وعندنا الصيادله في المستشفيات الحكوميه خاصه بنركز دايما على مستشفيات العزل ومستشفيات الحجر الصحي، صيادله فيها كثير جدا، ونتناول في مستشفيات الحجر الصيادله اللي هم بنسميهم الكلينيكال فارماسي. الكلينيكال عندنا ليه دور مهم جدا ان اي بروتوكول دواء بيتحط في مستشفيات الحجر الصحي لازم يكون الصيدلي الكلينيكال هو ليه معظم الدور في وضع البروتوكول، الدواء اللي بيتحط لكل مريض بيدخل في مستشفيات الحجر الصحي. كل مريض بيدخل فبيبقى ليه ملف خاص بيه، لان طبعا مريض بيدخل فلازم يبقى الصيدلي الكلينيكال بيدخل مع الحاله بيعرف الحاله دي بتعاني من امراض سابقه ولا لا، بياخد ادويه قبل ما يدخل المستشفى ولا لا، وبناء عليه بعد ما الاطباء بيعمل تشخيص للحاله ويبدا بقى نتكلم فيه ازاي هنعمل بروتوكول الدواء. مش كل المرضى اللي بيدخلوا مستشفيات الحجر بياخدوا نفس البروتوكول، ان كل واحد على حسب حالته وعلى حسب درجه اصابته بالفيروس. طب دكتور يعني خلينا بس يا ريت ان احنا نحط مخرجنا وليد عنوان الحلقه اللي هو خليك في البيت. طيب ايه هو البروتوكول؟ يعني ايه يعني احنا بنسمع البروتوكول الصحي، يعني هل هو بروتوكول انت اي كل المستشفى عموما هي وزاره الصحه عامله بروتوكول معين كده بيبقوا ماشيين عليه جوه المستشفى، في سواء في كل حاجه التعامل مع المريض خاصه بروتوكول الدواء. فطبعا كل مريض بيدخل بيتشخص على حسب درجه اصابته، وبيبدا الصيدلي اللي هو الكلينيكال بيبدا يشوف الادويه دي تتناسب مع المريض، هل بتتعارض مع دواء كان بياخده، هل تتعارض مع مرض سابق بالنسبه له سواء اذا كان كرونيك عنده مثلا ضغط سكر، خاصه ان دول اكتر ناس لما بيصابوا بفيروس كورونا بيبقى عندهم مشكله كبيره. واكثر الوفيات اللي سواء بتبقى الناس الكبار في السن، ثم ان كمان سواء اذا كان كبير في السن وخاصه ما يكون كمان معاه مرض مزمن، فدي بتبقى مشكله كبيره جدا. وعشان كده لازم هتلاقي الصيدلي الكلينيكال مصاحب للحاله دايما الصبح وبالليل، وكل دواء بيتاخد لازم الكلينيكال فارماسيست يكون ليه دور في الدواء اللي بياخده يعني. فده طيب. عشان كده بنقول ان الصيادله في المستشفيات وفي الصيدليات ليهم دور كبير زي ما حضرتك ابرزت في بدايه الحلقه، وخصوصا احنا في الصيدليات الاهليه وحضراتكم
كلكم شايفين ان احنا عندنا الصيدليات ما قفلتش، ما حدش قفل يعني. احنا يعني احنا حتى تقبلنا قرار حظر التجوال بصدر رحب، لان احنا في الاول يهمنا الوطن، مصالح الشخصيه والمكاسب كل ده يجي بعدين. لكن احنا في الفتره اللي فاتت كان الحظر التجوال بيبدا من الساعه 7 ودلوقتي بيبدا من الساعه 8، كنا بنبقى من 7 لغايه ما نيجي نقفل صيدلياتنا. طيب. كانت الامور بالنسبه لنا صعبه جدا ماديا يعني، ولكن طيب. كلنا كنا فاتحين خدمه للوطن وخدمه لاهالينا في مصر، كل المواطنين احنا يعني على اهبه الاستعداد، سواء في الاستشارات، في توفير الدواء، في يعني احنا كلنا بندفع ايجاراتنا وبندفع المصاريف بتاعتنا، كهرباء والميه والحاجات دي كلها بندفعها في ومتحملين. وحتى لما فكرنا ان احنا نناشد شركات الادويه ان هي حتى مش هقول ان هي تساعدنا، لا، ان هي بس تاجل المطالبات الماليه بتاعتها، الشركات رفضت. وانا مستغرب جدا، مستغرب جدا بجد من 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 رجال الاعمال في مصر والشركات اللي هي ليها استثمارات كبيره في مصر. يعني كل الناس لازم تقف، يعني الدوله ما بخلتش على حد في تقديم المساعدات في مصر والغير مصر. فاحنا يا ريت الناس تتجاوب معانا عشان احنا كمان نفضل فاتحين، لان الكل هيخسر اذا قفلت الصيدليات، لان ده منفذ او دي منافذ توزيع الدواء الوحيده في مصر. انت مش هتلاقي الدواء في البقاله ولا هتلاقي الدواء في اي مكان غير الصيدليات. طيب خليني ارحب بدكتور احمد زهير وهو من دفعه 2018. اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا. اعتقد ان شباب الصيادله يعني المفروض ان هو يكونوا في بدايه المتقدمين، يعني يكونوا متواجدين، يكونوا على في خط الدفاع عن صحه المواطن المصري، مش كده؟ تمام طبعا. واحنا الحمد لله رب العالمين، ولا نشكر حضرتك على الاستضافه الاكثر من رائعه دي. احنا كصيادله متواجدين في صيدلات ما بتقفلش 24 ساعه. بنكون موجودين في الاستشارات الطبيه الخاصه باي مريض، خصوصا ان الفتره دي اغلب الناس بتبقى متوتره. اي واحد مثلا عنده دور احتقان، اي دور سخونيه، بيبقى شاكك في نفسه. فاحنا طبعا احنا بنحاول على قد ما نقدر بنطمن الناس، بنرشدهم صح. طبعا اهم حاجه طبعا طرق التوعيه بالمرض وخطورته، عشان خاطر الناس تلتزم بتعليمات وزاره الصحه انها تكون موجوده في البيت، وان برضو على المنظفات بشكل مستمر، وان على قد ما نقدر برضو الكمامات، الجوانت، الجلافز، الحاجات دي كلها. طبعا دي كلها للصحه العامه. طيب زي ما قلت لكم بالظبط ان موضوع حلقتنا خليكم في البيت. وطبعا زي ما قلنا بالظبط يعني ان قبل ما اتواصل مع ضيوفنا الكرام، حابب ان انا اقول ان الحظر لما بنقول لك خليك في البيت، مش خليك في البيت عشان ايه احنا عاوزينك تقعد في البيت، لا، عاوزينك ان انت تكون موجود، خايفين على صحتك، خايفين على يعني ايه الاداء، يعني ان انت الاداء صح او البروتوكول، يعني التزم بالتعليمات اللي بتقولها لك وزاره ايه الصحة وأيضا منظمة الصحة العالمية، كل ده عاوزينك تلتزم بيه علشان صحتك أنت مهمة. أيضا زي ما قلت لكم بالظبط في الحلقة برضو إن في مواهب ظهرت لينا، وإن شاء الله إحنا بنحاول نتصل بالأخ وائل. لكن خليني أرجع للأستاذ الدكتور ربيع. دكتور ربيع، يعني إذا إحنا بنقول إن الصيادلة هم الجيش اللي خط الدفاع فيه، لكن النهاردة الصيدلي يعني مثلا النهاردة أنت بتقول الشركات تؤدي الديون المتعلقات الماليه اللي فيها، هل ده يؤدي الى سبب ان 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 الدكتور ما يبيعش الحاجه بالسعر بقى اللي هو لازم يبيعه للجمهور، ولا يعلي السعر علشان ايه يوفي التزاماته مع الشركات؟ طيب. شركات قبل ما اجاوب على السؤال ده انا بس يعني هلحق نقطه باللي حضرتك كنت بتقوله دلوقتي. هي موضوع ازمه الوعي عند المواطن. طبعا احنا مما لا شك فيه ان الفتره طولت. النهارده تقريبا هو اليوم 39 من الازمه. وبالتالي الناس بدات تزهق طبعا، وليهم كل الحق. طبعا ناس قاعده في البيت، في ناس كتيره اشغالها ومتوقفه، فالناس بدات تزهق. الناس بعد ما كانت مثلا بتاخد حملات النظافه بتاعتها بتاخد وقت كبير في يومها، وسواء على المستوى الشخصي او على مستوى المنازل والاسطح والاماكن اللي هي العامه بتاعتها اللي هي بترتدها، لكن الناس بدات تزهق. وده بنقول لا، احنا يعني احنا في مرحله صعبه، في مرحله حاسمه من مراحل انتشار الفيروس. وبالتالي
لازم الناس ترجع تاخد تاني وعيها وحذرها واستعداداتها زي ما كانت اول يوم في الازمه، بحيث ان احنا نرجع تاني للاعداد اللي كانت قليله، وباذن الله يبدا انحصار للفيروس ونبدا كلنا بقى نخرج ونرجع لحياتنا الطبيعيه. الحاجه الثانيه اللي طبعا بقى بخصوص الصيدليات والصيادله والشركات اللي حضرتك بتقوله، اولا هو كلام برضو يعني في بعض المغالطات، من ناحيه ان احنا اولا لازم نفرق ما بين الادويه وما بين المستلزمات ومواد التجميل. الادويه طبعا ده حاجه مسعره جبريا، استحاله صيدلي في اي صيدليه في الوطن كله يقدر يغلي مليم واحد عن السعر اللي مكتوب على العلبه. العلبه لو حضرتك بتشتري علبه مكتوب عليها 5 جنيه وربع، الصيدلي استحاله يبيع عليك ب 5 جنيه ونص. طيب خلينا نشوف معايا ام صفاء. من ام صفاء معايا، مساء الخير يا ام صفاء. ام صفاء وطي التلفزيون لو سمحتي. السلام عليكم. عليك السلام، وطي التلفزيون من فضلك لو سمحتي، كلميني بعيدا عن شاشه التلفزيون. ايوه بعيد حضرتك. ايوه اتفضلي. بقول لحضرتك دلوقتي انا بجيب علاج وعلاجي غالي، وغير كده وكده انا معاقه، واتكلمت كذا مره على البرنامج، في البرنامج ان انا محتاجه شقه، انا من ساعه النطره بهدلتني، ومحتاجه ان انا عماله الف على. طب سيبي رقمك على في كنترول، واحنا هنتواصل معاك ان شاء الله. شكرا دكتور احمد. يعني خليني اللي انا ايه اتكلم فيه، الناس بتشتكي بتقول ان الصيادله في عمليه الكحول، وان الكحول اللي بيجي بيكون مضروب، يعني ما هواش فيه ان نسبه الكحول، يعني على الاقل نسبه الكحول لازم تكون 70%. هنا دور الصيدلي ايه؟ يعني النهارده دور الصيدلي هل لازم يكشف على الحاجه اللي بتجيله ويشوف هو ويرفض يقول لا انا مش عاوز البضاعه دي، لان ده برضو سمعه ايه الطبيب يعني. اكيد احنا برضو بنأكد ان الصيدليه مش مستحيل ان الدكتور الصيدلي هيجيب كحول عنده الا لما يكون متاكد منه. والفتره الاخيره احنا كصيادله رفضنا ان احنا نشتري، ان احنا نحاول نجيب الكحول من اي مصادر غير موثوق فيها. ان احنا لنا مصادر معينه بنجيب منها، اي مصادر ثانيه ما بنقدرش نجيب منها، لدرجه ان التجار اللي هم السوق السوداء لما ما لوش حد يشتري منهم بيتجهوا للناس بشكل مباشر، بيكلموهم على السوشيال ميديا بشكل مباشر، في كحول في كذا، وعمالين يعملوا اعلانات، لان طبعا المنفذ الوحيد ليهم اللي هو احنا، رافضين ان احنا نساعدهم على المشكله دي. ثانيا ان الصيدليات لما بتجيب من شركات توزيع، شركات توزيع بتجيب من مصانع معتمده، فطبعا مستحيل ان المصنع يطلع حاجه بجوده مخالفه للمواصفات. طيب بمناسبه، لا هو لا بس قبل لا 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 معلش انا قبل فيه، هو خلاني اخد الخيط منه اللي انا اقوله. طيب ما النهارده دور نقابه الصيادله فين؟ في الاعلانات اللي نادله احنا بنعمل كحول، ان مش عارف ايه والشركات فيه ده شركات، يعني الدكتور احمد بيقول ان الشركات لما احنا رفضنا فيه فبدات ان هي تتجه الى المواطن ايه فيه، يعني انا الزملاء يعني الزملاء يعني يمكن اتكلم مع حضرتك ووري لك ازازه من الازاز اللي موجوده بتاعت اولا احنا كان نقابه الصيادله كان لينا بروتوكول تعاون مع جهاز حمايه المستهلك، وكنا متفقين دايما على ان اي صفحه او اي حتى قناه تلفزيونيه بتنتج عن بتعلن عن منتج دوائي او منتج تجميلي او منتج يخص الصحة العامة عموما غير مرخص من وزارة الصحة، فبنبلغ دايما حماية المستهلك. وعشان كده انا بقول اي حد عنده مشكلة في اي حاجة ممكن يكلم ويبلغ جهاز حماية المستهلك، ده هيسهل كتير جدا من ان الرقابة، سواء الرقابة الإدارية او التفتيش الصيدلي ياخد وعيه وياخد درجة الاستعداد بتاعته ان هو يبدا يشوف المنتجات اللي فيها المشكلة. بس انا بقول بقى على دور الشركات، إن هو حضرتك دلوقتي الأهم في الموضوع كله هي مش الكحول بس، المشكلة هي في الدواء. ما هو الصيدلي لو ما قدرش يوفر الدواء نتيجة المطالبات اللي عليه، فممكن نوصل لمرحلة إن الصيدليات مش قادرة توفر الأدوية، خصوصا الأدوية المزمنة اللي بياخدها يعني أهالينا من المرضى في مصر. طيب ده مشكلة كبيرة جدا. طيب خليني آخد اتصال بس عايز أرجع لك تاني، لأن مخرجنا وليد عمارة بيقول لي في فاكس يعني على الواتس جاية له رسائل إن مفيش كحول في الصيدليات، بيقول لي يعني الناس بتشتكي إن مفيش كحوليات في الصيدليات. طب خد بس آخد الاتصال معانا كابتن وائل. مساء الخير يا كابتن وائل.
ايوه مساء النور يا فندم. ازيك يا كابتن وائل؟ قول لي، عندك كحول ولا ما عندكش كحولات؟ يعني اللي هو كحول اللي هو كنا عليه يا استاذ طارق، والله العظيم يعني بيتباع دلوقتي يعني بالعافيه والله، بس الحمد لله بنلاقوه يعني. بتلاقي نسبه الكحول يعني كويسه 70% مثلا على الاقل؟ بص بصراحه ما فيش صيدليه بتبيعه مضروب، يعني انا سمعت دلوقتي ان في صيدليات بتشتكي، الكلام ده مش صح بصراحه يعني. لا بيبيعوه مظبوط بصراحه يعني. طيب قول لي كابتن وائل، يعني انت لعيب في كمال اجسام وكمان بتعمل يعني الحظر لما قعدت في البيت، خلاك تعمل يعني، شفت انت وليك زميل علي عاملين حاجات كويسه جدا، اسكتشات وتوعيه للناس وكده وبتاع، والتطهير والحاجات دي، وكمان محشي الكرنب كمان يعني. حلو مكسيكو طارق. هو ابن خالتي مش صاحبي. وبعدين احنا خلاص بقينا في امر واقع ولازم نقعد في البيت فعلا، لازم بقى يبقى في طاقه ايجابيه، ما يبقاش ان احنا متضايقين مخنوقين من قعده البيت. فاحنا فكرنا في حاجه كويسه جدا، ان احنا نفرح نفسينا ونفرح اهالينا ونفرح الناس اللي بنحبهم، ان احنا خلاص احنا بقينا امر واقع ولازم نقتنع بالموضوع ده. فاحنا بقينا نعمل حاجات كوميديه، حاجه تعلي هرمون السعاده بتاعنا شويه، او كان من ضمنها حاجات عن لابد يكون في تطهير ومطهر في البيت. بالظبط كده، احنا عملنا فيديو كان الفيلم بتاع محمد النيدي اللي هو لما غنت يا ام المطهر رش الملح سبع مرات وكده، فعملنا زي حاجه تضحك ان انت ايه وانت داخل البيت، لا طهر نفسك وطهر البيت بس بطريقه كوميديه يعني، مش عايزين بقى ايه يعني، احنا كده كده خلاص في امر واقع، فلازم نرضى بالوضع اللي احنا فيه، فنحولوها لحاجه كوميديه شويه عشان خاطر نعدي الايام ديت وتعدي على خير يا رب، وربنا يسلم مصر ان شاء الله يا كابتن وائل. وشكرا طبعا على خير ان شاء الله. وطبعا بنشكرك وبنشكر زملائك اللي عاملين الاسكتشات دي، وان شاء الله نستضيفكم ان شاء الله في قناه الصحه والجمال قريبا ان شاء الله. شكرا يا فندم. طيب نكمل بقى، هقول لحضرتك ليه بقى الصيدليات في الاسبوع الاخير بالذات ما بقتش توفر المستلزمات الطبيه زي الكحول والجلافز والحاجات دي. طبعا نتيجه ان الاسبوع اللي فات كان بينزل حملات تفتيش كبيره جدا على الصيدليات، اصلا في يعني في 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 مجملها كده كانت اصلها مخالف للموجود. ازاي اصلا الصيدليه يدخل فيها شرطه ويدخل فيها تموين ويدخل فيها رقابه اداريه، كل ده بيدخل الصيدليات يفتش؟ ايا كان يعني النهارده ما لاقيش النهارده الكحول. ما هو حضرتك هو لما بيدخل حملات التفتيش عاوز على كل صنف موجود فاتوره ضريبيه وفاتوره معتمده وكلام. احنا مش ممكن نقابه الصيدله تطلب تاجيل ده في مرحله ثانيه، لان طالما ان احنا في مرحله ان هي ايه لابد توفير هذا الموضوع. يعني لما يقول لي وليد عماره دلوقتي يقول لك انا بقالي دلوقتي اكتر من 3 اسابيع مش لاقي اجيب كحول، يا ما هو يا فندم عشان في الاخر نرجع تاني لان نقابه الصيدله دلوقتي تحت الحراسه القضائيه، وبنناشد الدوله ان ترفع الحراسه عشان النقابه يبقى تاخد دورها الطبيعي في الوعي وفي نشر الوعي بين الناس، وبحيث ان هي يكون لها دورها في اللي هو الطبيعي في الدواء والمستلزمات واداره الصيدليات. لكن وضع النقابه بالحالي طبعا سيء جدا، وبالتالي طبعا لا الدوله بتاخد راي النقابه ولا اي جهه ولا اي جهاز بياخد راي النقابه في حاجه، فالوضع الطبيعي ان النقابه كان لم تكن هي ولا عدم سواء. وبالتالي احنا بس عشان نقول ان الصيدلي هو في الاخر ملوش ذنب، هو الصيدلي جينا في ازمه زي ما بتحصل. امريكا نفسها فيها ازمه في الكمامات، يعني لما يطلع اكبر رئيس دوله في العالم يقول لك احنا ما فيش كمامات عندنا في امريكا، اللي هي اساسا يعني عندها شركات كبيره جدا ورائده في المجال ده. معانا صبري، خلينا نخش صبري. اتفضل يا صبري. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. انا عايز اسال الاستاذ اللي عند حضرتك لو سمحت. اتفضل يا فندم. بالنسبه لمريض الضغط بيعوز كل مدى يتابع يشوف ضغطه ايه نظامه ايه، فبدل ما يروح كل يوم لدكتور ويعوز كشف وكده فبيضطر يروح الصيدليه ويقيس الضغط. تمام. فهل هو ده يعني في نظام الصيدليات يعني في صيدليات تقول لك ما عنديش ضغط او تنكر الضغط وتقول لك ما عنديش، فهل هو يعني واجب وطني او شيء محتم ان هو اي صيدليه لازم يكون فيها ضغط، او ده يعني شيء روتيني كده مش لا؟ هو عندك حق في الكلام اللي انت بتقوله يا صبري، لان يبدو لي في هذا الكلام اللي انت بتتكلم فيه ان الصيدلي النهارده مش فاضي ان هو يعني ان هو يقيس لك ضغط كذا، انما عشان في زحمه ان ايه ان عاوز يبيع للكحول، عاوز يبيع الجوانتيات، وبكون في زحمه على ايه الصيدليات. خلينا نسمع راي الدكتور ربيع قبل ما اخش ايه للدكتور احمد. اتفضل.
يعني ده مواطن عاوز يروح يقيس ضغط. صيدليات مصر كلها بالاستثناء بتقيس ضغط وبتقيس سكر وبتقيس وزن وبتتابع وكل حاجه. لا ما اعتقدش ان كلام الشيخ صبري بصراحه يعني صحيح. يجوز. لا لا ما احنا كلنا اولا احنا قاعدين في الصيدليات الفتره دي الاقتصاديات بتاعه الصيدليات واقعه جدا وبالتالي احنا قاعدين فاضيين. يعني احنا الصبح الدنيا هاديه وطبعا بالليل من الساعه 7 حظر فما فيش حاجه فطبيعي جدا ان احنا واحنا اصلا حتى في عز الزحمه بنقيس الضغط وبنقيس السكر وبنتابع وبنوعي الناس وبنقدم ارشاداتنا وبنقدم نصايحنا وكل ده. يعني احنا يعني المشكله كمان ان انت يعني انا بصراحه انا شايفها مشكله ان احنا بنقدم ده مجانا. يعني احنا اصلا بنقدم في اغلب صيدليات مصر الضغط والوزن الحاجات دي كلها مجانا. طيب لا مش مجانا يا دكتور معلش. اغلب لا 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 اغلب صيدليات مصر لا معلش بيقول لك على كشف 10 جنيه 10 جنيه على ايه؟ حضرتك على السكر. حضرتك معلش حضرتك تعالى تعالى اهو تعالى نروح احنا في اكتوبر نخرج انا وانت ونروح. حضرتك اتفضل قيس ضغط عند في اي عياده لاي طبيب هتدفع 150 جنيه ماشي. لا يعني انت دلوقتي بتسالني بتقول لي ايه ببلاش. انا قلت اغلب صيدليات مصر الا ما رحم ربي بقى. لا لا مش الا ما رحم. اغلب صيدليات مصر هي اللي بتعمل الخدمات مجانا. طيب. سواء وزن سواء ضغط سواء متابعه. حضرتك احنا لما احنا لما بيجي لنا المواطن بالساعه بيقعد يقول لنا مشكلته وظروفه وكل حاجه بنقعد نسمع له بكل صدر رحب وكلنا اذان صاغيه. ما عندناش اي مشكله مع الناس. ما حدش قال كده في بس في شكاوى المواطنين. حضرتك لما يجي حضرتك لما يبقى عندك 75,000 صيدليه ويجي منهم 1000 صيدليه او 100 صيدليه فيهم مشكله. لا مش مشكلة. لا برضو احنا نتمنى تكون زيرو. احنا نتمنى مشاكل. بس هو عموما مفيش مجال في اي مكان. طيب. بتوصل فيه للدرجه المثاليه. طب دكتور احمد خليني اسال سؤال اخده من الدكتور ربيع. هل في قانون في نقابه الصيادله بيمنع ان الصيادله يقيسوا الضغط يقيسوا السكر يقيسوا الحاجات دي ويدوا ابر ولا الحاجات دي كلها؟ ما اعتقدش ان في قانون بيحتم بكده لان دي اصلا تعتبر الاسعافات الاوليه. الاسعافات الاوليه دي مفتوحه لاي حد ممكن ان هو ياخدها. خصوصا ان دلوقتي مرض الضغط والسكر ده ادويه مزمنه. المريض بيستمر بيها على فتره من الزمن. فطبعا قبل مثلا ما ياخد الحبايه عاوز يطمن على نفسه مثلا في حبايه الصبح حبايه بالليل. هو دلوقتي اخد الحبايه بالليل واصلا ضغطه واطي هتنزل الضغط بزياده. فطبعا دي حاجات اقل حاجه ان احنا نقدمها للمرضى بتوعنا خدمه زي دي. خدمه قياس الضغط دي طبعا من اغلب الصيدليات بتقدمها بالمجانا. وكمان بتبقى في الوقت الحاضر دلوقتي في صيدليات بتعمل لحد البيت بيبعت لك حد متخصص بيقدر يقيس الضغط في البيت وبيطمنك وبرضه بنطمن عليك. اما بقى بالنسبه لموضوع السكر فطبعا مش كل الصيدليات بتعمله بالمجان نظرا لان اصلا شرايح السكر حسب برضه الجهاز اللي عندك ممكن شرايح السكر بتعدي 300 جنيه فبتبقى طبعا اوفرلود على الصيدليه. طب ما هو انا برضه الجهاز بتاع الضغط ديجيتال بقى ولا ايه بالظبط؟ لا جهاز الضغط ما هو في جهاز الضغط انا كل اللي هيكلفني بيه لو حضرتك بتتكلم على الديجيتال هيكلفني ايه؟ حجر. تمام. بس انا عن نفسي في بفضل اللي هو الزئبق. ايهما احسن؟ الزئبق طبعا. الزئبق. معانا مكالمه من السعوديه فأخ عيد. ألو ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا أستاذ طارق. الحمد لله اتفضل. كل مساء الخير حبيبي زميلي الدكتور ربيع والدكتور أحمد. أهلا وسهلا بحضرتك. بس كنت عايز بس أسأل في نظر حضرتك واخد رأي الدكتور ربيع في بعض الزملاء وبعض المواقع بتروج لأنواع من الأدوية اللي هم بعض الدول او بعض المصانع او بعض المستشفيات او بعض الشركات اكتشفتها لعلاج الكورونا. وطبعا انت عارف في الظروف اللي احنا فيها كثير من الناس يعني زي ما تلفت ليها حاجه كده بتقول تسالنا عن نوع المنتج اللي ظهر في دوله اليابان اللي ظهر في امريكا اللي ظهر في مصر. فعايزين بس نعرف رأي الدكتور ربيع في النقطه دي بس. ماشي شكرا يا فندم وشكرا على اتصالك من المملكه العربيه السعوديه. طبعا وقلبنا معاكم اتفضل. هو انا بس عاوز اقول ان احنا في كصيدليات في مصر لما بنعمل حاجه بنعملها خدمه لاهالينا. فسواء كل صيدليه بتقدم خدمه للمنطقه. انا عاوز بس اقول لحضرتك حاجه بمناسبه الخدمات اللي حضرتك ودكتور احمد كانوا بيتكلموا. انت تعرف ان قانونا لا يجوز للصيدلي في صيدليته انه يضرب حقن؟ طب ما انا عارف عشان كده انا مستغرب. انا كنت عاوز مستني اللي انت كنت تعقب على ايه. انا قلت بقى لما لكن انت حضرتك لما تيجي تقول طب انا هقول لحضرتك حاجه احنا عملنا ايه؟ لما كنا في النقابه
كان حصلت مشكله كده حقن اسمها سيفت رياكسون، وكانت في ناس كام حاله كده اخذوها ومات، حصل انافلاكتيك شوك ومات. احنا بدورنا بعتنا خطاب لوزاره الصحه، يا معالي الوزيره قانونا لا يجوز للصيدلي انه اصلا يضرب حقن، فاحنا هنتخلى عن الخدمه دي وهنسيبها لحضرتك في المستشفيات، ان كل مواطن عاوز يضرب حقنه سواء الصبح او بالليل يروح اي مستشفى او مركز معتمد من وزاره الصحه. طبعا كان الرد ان احنا مستشفياتنا لن تستطيع ان هي تلبي الاحتياجات في الخدمه دي. طب بس احنا قانونا لا يجوز. فكان الرد السكوت. طب اقترحنا اقتراح تاني ان احنا ممكن الوزاره تعمل دوره اسعافات اوليه معتمده والصيدلي ياخدها ويعمل بيها شهاده وتتعلق في الصيدليه بحيث ان هو تمكنه من الخدمه دي والصيدلي ياخد بقى احتياطاته في كل حاجه. فاحنا ما بنتاخرش وما عندناش اصلا اي استعداد ان احنا نتاخر، لان في الاخر المريض ده اخويا وابويا واختي وامي وهكذا. فاحنا مش بنتاخر، بس احنا برضو يعني لك ان تتخيل ان الصيدليات بتعامل كخدمه ان هي بتقدم دور مجتمعي، ولكن كحسابيا بتعالج او بتعامل على انها منشأة تجارية خاصة. طب يعني هي برضه يا دكتور يعني هي منشأة تجارية لسبب بسيط جدا، انا النهارده بلاقي في حاجات مش مفروض ان هي تتحط في الصيدلية، ده انا بلاقي شوكولاتات بلاقي كذا وبلاقي كذا وبلاقي كذا، معلش خلينا بقى اذا كنا هنتكلم بقى في الواقع بقى فيه، احنا قربنا ان احنا نحط نسكافيه وشاي والحاجات دي، لا يعني هي بتستخدم تجاريا. وجود الحاجات دي ده يعني في الاخر ممكن تسميها زي حاجات ترفيهية بالنسبة للصيدلية. لا مش ترفيهية يا دكتور، بس يعني صيدلية. لكن انت بتتكلم في الصيدلية او في الاساس هي دواء في الدواء بالظبط. هل حضرتك انت في مواطن اشتكى من الدواء؟ لا مش قضيه اللي انت بدا في الدواء، لا انت حضرتك بتقول انا معاك ان من حق الصيادله ان هم يتم الرحمه بيهم والرفق بيهم. انا ما قلتش رحمه لا يعني انا بقول ان كل واحد فينا ليه دور. ماشي. الصيدلي ليه دور، وفي احنا حضرتك احنا في ازمه هي لازم الناس كلها تشيل بعضها. يعني الصيدلي شايل هم كبير، ايضا الشركات المنتجه ان هو عاوز، هو الشركات المنتجه عاوز يدي الصيدلي الدواء بتاعه وبعدين ياخد اخر الشهر فلوسه والسلام عليكم. فين وقت الازمات الناس كلها تتكاتف والناس كلها يبقى تشيل بعضها عشان كلنا نعدي الازمه دي ونطلع لبر الامان. طيب. ما هو عشان انا بس اللي انا بقوله ان انا اخشى ان اجي الاقي في اخر الازمه صيدليات مش قادره تفتح بابها، وبالتالي المريض ما يلاقيش الدواء اللي هو ماشي عليه، وده هتبقى كارثه. طيب دكتور احمد، يعني خليني اسال، في هل في الدفعه يعني مثلا الدكتور ربيع كان بيتكلم في الاسبوع اللي فات لما استضفناه قال عن دفعه 2018 ده في 2018، طب النهارده ليه في 2018 في هذه الازمه اللي موجوده او اللي احنا موجودين فيها ما يقولوش احنا جاهزين ويطلبوا من وزاره الصحه ان هم جاهزين ان ينزلوا ويشتغلوا ويروحوا اماكن ما يلزل. لكن انا لما سالت في هذا الموضوع قال لك لا دفعه 18 عاوده تقعد في القاهره، مش عاوده تخرج ايه من بره القاهره وعاوده ان هي تروح ايه فيها، بس عاوزين ايه يعني 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 يقعدوا في القاهره، انما ينزلوا داون للقرى والريف لا. اولا والكلام ده غير صحيح. ليه؟ لان انت بتتكلم في دفعه 2018 اكتر من 11000 صيدلي متوزعين على مستوى الجمهوريه. يعني موجود في كل اللي هي الكره اللي محدش اللي حضرتك بتقول مثلا انه في كره محدش عاوز ينزلها، ففي الكره دي في اصلا دكاتره موجودين منها، دكاتره يعني المفروض ان هم يتكلفوا فيها. بالنسبه لاحنا احنا بنناشد من امتى؟ احنا المفروض ان احنا بنتخرج. وكمان على فكره التوزيع اصلا في اغلب الاحيان خاصه مع الفيميلز بيتم توزيع جغرافي، يعني كل واحد يعني مش هجيب انا حد من كفر الشيخ حطه في القاهره او حد من بتاع شمال سيناء هجيبه اسكندريه، بنعملها هم بيعملوها كده في الصيادله الولاد، بس الصيادله الفيميلز دايما غالبا بتبقى تتوزع في محافظتها. يعني اذا يعني هل نستطيع نقول لا ان 2018 عاوزين نشتغلوا 2018 يا فندم بتناشد من 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 واحد من شهر 2/2/2019 بنناشد وزاره الصحه انها تتدخل في موضوع الاعلان التكليفي الخاص بينا، لان احنا المفروض ان احنا بمجرد ما بنتخلص الجامعه بتاعتنا اللي خلص 2018 بيبت في التكليف بتاعنا خلال سنه من التخرج بتاعنا. احنا خلصنا 2018 المفروض الاعلان بيظهر
في شهر 2 بنبدا التسجيل في حد اقصى شهر 6 الرغبه، بنسجل الرغبات في شهر 7 بنبدا نستلم التكليف من يعني شهر 10. يعني بتناشدوا ان انتوا تنزلوا تشتغلوا، احنا كده متاخرين، احنا متاخرين اكتر. طيب خلينا اخد بس رجب معانا من الاقصر. اتفضل يا اخ رجب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتي ليك يا فندم وتحياتي لضيفك وتحياتي لجميع العاملين بقناه صحه وجمال. اتفضل يا فندم. شكرا يا فندم. أنا عايز أتكلم بالنسبة للصيدليات، في أدوية ناقصة بيبوها بسوق سودة. بالنسبة يا فندم، في أنا طبعا من 63 عندي غضاريف في ظهري وعامل عملية في برشام من مادة البرجلين، وفي حاجة من مادة الجبنتين الوصل الشريط أبو 15 جنيه أزيد من 150 جنيه. في إن هذا بالنسبة للبرد الكونجستال بيبيعوه بسوق سوداء يعني بطريقة فظيعة جدا. مين بيبيع بسوق سوداء يا فندم؟ نعم، مين بيبيع سوق سوداء؟ الصيدليات يا فندم. لا يا فندم، مفيش صيدليات بتبيع سوق سوداء. انت لو حضرتك اشتريت علبة الكونجستال، لو اشتريت علبة الكونجستال بمليم زيادة حضرتك ممكن تعمل بها بلاغي يعني. يا فندم برشام من مادة البرجلين والجبنتين. البريجابالين يا فندم، البريجابالين يا فندم ده دخل جدول اول اساسا، يعني ماده البريجابالين دي دخل الجدول الاول، وبالتالي اصلا الصيدلي يحظر عليه ان هو يطلعها. فالصيدلي عشان يطلع ماده اي دواء فيه ماده البريجابالين لازم يكون فاتور، لازم يكون روشته مختومه من طبيب، مش هيطلعها كده بمزاجه وخلاص ده اتمنع. ماده الجبابنتين، ماده الجبابنتين، مادة الجبابنتين يا فندم بقى هي دي اللي بدأت بدأت الشباب اللي هم للأسف يعني ربنا يهديهم بدأوا يستخدموها بديلا عنها في الدماغ بقى والكيف. طيب يعني انت المشكلة دي عندك في الأقصر دي موجودة عندك في الصيدليات؟ يعني حضرتك يا ريت سيب لنا مع كنترول اسم الصيدلية والدكتور ربيع باعتبار في النقابة. حضرتك يا فندم سيب لي اسم الصيدلية، وانا متأكد جدا من ان الدكتور عبد السلام نقيب الأقصر ممكن نتواصل معاه ونوصل معاه للبيانات الصيدليه دي وننزل تفتيش عليها ان شاء الله. ويضمن حقه برضه، ممكن ياخد ريسيت او فاتوره ضريبيه مختومه بالسعر اللي هو مكتوب دلوقتي ويقدم بيه بلاغ. طيب يمكن في جت دلوقتي المخرج وليد عمر بيقول لي ان في شكاوي جت ان علبه الجوانتي اللي هي ال 100 بتتباع داخل الصيدليه ب 240 جنيه. يعني طيب في الصيدليه يعني دي برضو الناس بتشتكي. طب احنا نرجع بقى لنقصر بس هنقصر يعني المساله. احنا عندنا نقسم دايما الدواء ده مسعر جبري ماشي من وزاره الصحه. استحاله في صيدليه هتقدر تبيع شريط دواء او علبه دواء او قرص دواء بزياده عن سعره المكتوب على العلبه. نرجع تاني بقى للمستلزمات. المستلزمات اصلا دي غير مسعره جبريه، يعني ملهاش سعر اساسا. فالفيصل في الموضوع في المستلزمات هي الفواتير اللي بتدخل الصيدليه. وده اللي كانت الحملات الاسبوع اللي فات بتتابعه، ان هو كل صنف موجود سواء جوانتي سواء كمامات سواء كحول، كانت الحمله نازله عشان تشوف ده جاي بفاتوره ولا مش جاي بفاتوره، يعني مكتوب في الفاتوره سعر الصيدلي كام وسعر الجمهور كام، وتبدا تشوف. طب ما يا دكتور ربيع يعني عفوا على المقاطعه، في صيدليات النهارده بتبيع كحوليات مجهوله الهويه، ولا بيروح لها تفتيش ولا بيروح لها كده. اضرب مثال بسيط كده، هرم سيتي يعني اهو هنا في اكتوبر. يلا التفتيش يا فندم بينزل في كل مكان. ده احنا كان في حمله موسعه جدا شامله، يعني انا كنت شفت قرار محافظ القاهره. القرار كان شامل ان الحمله بينزل فيها عضو رقابه اداريه ومباحث تموين. طب يا دكتور احنا ممكن ندخل الزجاجه على الهواء يعني نوريها لك. طب ما فيش يعني احنا ممكن نجيبها على الهواء يعني ايه حد من الكنترول يجيب لي الزجاجه؟ حضرتك ما فيش حد يروح يجيب لي حاجه من صيدليه لسه وصلنا دلوقتي علبه ما لهاش اي معالم او ما فيش فاتوره ويقول انا جبتها من صيدليه. الله اعلم وجبها منين. لا معلش يا دكتور، هو انت عاوز انا بص حضرتك في اغلب الصيدليات الا مره يعني ما بتديش فاتوره، يعني انا فاتوره من حق فيه. لا على من حق المواطن. لا المواطن هو اللي يطلب فاتورته من المواطن. لو خد يعني بجنيه اي حاجه هات فاتوره. هات فاتوره. كونك انت كمواطن تخليت عن حقك. طب هو ليه ما تجيش بقى تحاسبني؟ لا استنى يا دكتور، طب ما ليه هو من نفسه ان هو يدي يعني يطلع فاتوره؟ ما احنا يعني بنطلع فواتير على فكره. لا انت حضرتك، لكن انا بتكلم في احنا مش بنقول كل صيادله، لا في بعض من الناس ده اصل الخير والشر موجودين. موجودين بس يعني حضرتك ما تحاسب. حتى نفترض جدلا يعني ان في كذا يعني كذا صيدليه مخالفه.
مش هتقدر تشيل ال 75,000 صيدليه شيلت خمس ست صيدليات في 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 كل محافظه. شيء طبيعي ان ممكن يبقى في مخالفات، واحنا بنقول ان اي مخالفات الحملات تنزل والتفتيش ينزل يضبط المخالفات ويشوف صاحب الصيدليه وتتعمل قضيه. على فكره عايز اقول لحضرتك حاجه، ان اهي ادي الازازه، اهي الازازه دي، الازازه دي يا دكتور جايه اهي. لا انا اعرف ما لا مكتوب فيها حاجه، ادي بتتباع. طب انا اللي اعرفه من الصيدليه. معلش ما انا مشتريها من صيدليه. الله اعلم. لا لا طب ولا لا طب ايه ليه وليه 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 اللي هو هيكذب يعني؟ حضرتك دلوقتي في 50,000 جايه بتبيع كحول. طب اهي اهي يعني الازازه اهي موجوده. حضرتك يا فندم فين المنتج؟ طب انا اقول لحضرتك حاجه، المفروض يكتب دكتور الشركه كلها. لو حضرتك نزلت الصبح بكره شركه الجمهوريه وقلت لهم انا عاوز لتر كحول، هديك لتر كحول 720 جنيه، هتروح حضرتك تجيب الازاز دي وتعبيها. ده بس بتتباع في صيدليه، جايبها من صيدليه. معاك فاتوره؟ لا هو ما دخلش، ما خدش فاتوره يا دكتور. خلاص يبقى هو خلي بالك في اسياء. بص يا دكتور ربيع، خلينا نقول حاجه معينه. في اخطاء حضرتك دي اللي عليها، ما عليهاش ليبل ولا عليها اي حاجه تقول ان هي دي اصلا كحول. يعني مثلا هو جايب عاملها في البيت. هو حضرتك اصلا طب اهو يعني عنوان، طب عنوان الصيدليه، انا بكره اديك عنوان الصيدليه، ويا ريت بكره ان حضرتك تبعت حد ايه من التفتيش، اكلم حد التفتيش اللي هو ماسك المنطقه وينزل عليها. بس هو حضرتك اساسا انا كمواطن لو داخل اخد من صيدليه او ايا كان المحل اللي انا داخله، مش هاخد دي. في وقت الزنقه يا دكتور، في وقت اللي احنا محتاجين بناء. يعني هقول لحضرتك حاجه، في احدى الكولونيات الشهيره في مصر، مش عاوز اقول عليها عشان ما اكونش اعلان، ودي ما كانش كانت بتتباع، يعني كانت بتتباع بحاجه ايه خفيفه، لكن ايه او بمبلغ بسيط، دلوقتي بقت بمبلغ كبير عشان الخامات زادت. ما هو يا فندم احنا ده اللي قلناه الحلقه اللي فاتت، ان ما ينفعش شركه زي شركه الجمهوريه اللي هي شركه حكوميه ترفع سعر الماده الخام للكحول عشان من 40 جنيه ل 140 جنيه. طب هو شيء طبيعي ان لما الخامه تزيد عليا حضرتك. طب احنا هنقول حاجه بسيطه جدا، العبوه البلاستيك دي بالاتومايزر بتاعها كانت بجنيه وبجنيه وربع، النهارده ب 7 جنيه ونص. كبلاستيك فاضي. لما كمان تجيب 100 مللي كحول ب 14 جنيه وتحطهم في مع دي بمسامعة جنيه ونص، يبقى انت كده علبه الكحول واقفه عليك ب 21 جنيه ونص. انت كصيدلي هتحط هامش ربح 20% توصل 25 جنيه. طيب يعني احنا دلوقتي نقول للمواطن اللي هو جه اللي هو بيقول انا دلوقتي هو على معانا على التليفون بيقول انا على استعداد اللي انا اروح يعني اجيب يعني اخد الدكتور ربيع واخده واوري له الصيدليه بتبيع ازاي. هو حضرتك ممكن يتواصل معايا بعد الحلقه وانا هكلم التفتيش المسؤول في هنا في الجيزه، اشوف مين اللي ماسك المنطقه هنا ونخليه ينزل على الصيدلي. طيب مش مشكلة. احنا على فكرة احنا مع اي شكوى نحقق فيها. احنا يعني بص احنا لن نتستر على صيدلية مخالفة. طيب دكتور احمد، يعني شباب 2018 اللي هو في اللي هو المفروض ان هو بالناشد وزيره الصحه وبالناشد المسؤولين في وزاره الصحه ان هم لابد ان هم يعدلوا في قرار ايه دخولكم فيه، هل دور بقى الدور اللي انتم تلعبوه دلوقتي في ظل هذه الاذى، ايه هو الدور المطلوب اللي انتم تلعبوه؟ احنا فندم اول حاجه احنا بنطالب باعلان التكليف الخاص بينا، خصوصا ان الملف التكليف خلصان وموجود على مكتب سياده الوزيره، وبنناشد رئاسه الوزراء وبنناشد جميع المختصين ان هم يتدخلوا في الموضوع ده، خصوصا ان احنا شباب عاوزين ان احنا نساعد في 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 في, في, في ان مصر تواجه الوباء الكورونا كوفيد 19. يا ريت ما يدونا فرصتنا ان احنا نشارك وان احنا ننول الشرف ده، بس طبعا ده طبعا يكون عن طريق الاعلان عن التكليف الخاص بينا، دي حاجه. الحاجه الثانيه احنا الفتره دي بنحاول على قد ما نقدر ان احنا بنوعي الناس ان في ناس غير قانونيه بتحاول انها تسوق المنتجات دي، احنا بنقف ضدها، فيا ريت ان هم ما يستجيبوش. انا هتكلم بس على نقطه التكليف دفعه 18. دفعه 18 ليس من المعقول ان احنا كدوله يكون عندنا ازمه ووباء ويكون عندنا العامل البشري غير مستغل. لما تلاقي دول العالم كلها اللي فيها ازمه كورونا كلها عندها عجز في القطاع الطبي وبتستعين بقطاع طبي من خارج البلاد زي امريكا وايطاليا، فتحوا فيز لاي حد معاه المعادله ان هو يروح يشتغل هناك. فانا النهارده ما يبقاش عندي النهارده. طب احنا النهارده كمان في كارثه وحضرتك اكيد قالت عنها، ان نسب الاصابه بفيروس كورونا في القطاع الطبي بقت عاليه جدا في مصر، وده على فكره كارثه جدا ممكن تؤدي لانهيار النظام الصحي في مصر. فانت لما يكون عندك طاقات شبابيه
غير مستغله في وقت ازمه، امتى تستخدمها؟ ده وقتها ان كان يحصل حتى يعني في حاجات كده بيسموها في القرارات بتاعه الطوارئ، ان انا حتى اعجل من الاجراءات. واحنا ما عندناش بيانات ايه يعني كامله بهذه ايه موضوع اصابه الاطباء. لا احنا حضرتك شوف، حضرتك شوف مثلا معهد الاورام، شوف مثلا مستشفى صدره كيرنس، شوف ما هو دول يا فندم يدوك انديكيشن. طيب. ان في نسب اصابات عاليه بس احنا بنقول ان الاورام اشتغل كله طبعا اشتغل، والنهارده مستشفى مستشفى الصدر بكره هتشتغل في الكيرنس، لكن احنا بنقول بقى انت لما يكون عندك 11000 اللي كان اسمه ده التمرجي كان هو هو الممرض اللي عامل، بس انت لما يكون عندك 11000 صيدلي او 12000 صيدلي، بدل ما انت مقعدهم في الشارع لا خدهم، بدل ما انت عندك عجز كبير جدا في قطاع الطب الوقائي والقطاع الانفكشن كنترول او بدل العدوى او العدوى او مكافحه العدوى، فما تستغل الناس دي وحطها في في المنظومه بحيث ان احنا ما يبقاش عندنا عجز ولا نقص في العماله البشريه. طيب. لا احنا قبل بس ما حضرتك تشكر عشان كده لا لا قبل ما قبل ما تطرح هينزل علينا قبل في ثواني احنا بس يعني بنهيب الساده المواطنين ان نرجع تاني لمرحلة الوعي بتاعتنا والحذر بتاعنا وناخد نرجع تاني ونتمنى كمان الصيادلة ان هم برضو يعملوا رفقا بالقوارير مش قوارير رفقا بالناس يعني ان يعني لما تيجي ازازة زي دي بدون كده يعني في والفواتير يعني المخرج وليد بيقول لي ان الجوانتيات مثلا لما يكون الجوانتي انا النهارده اشتري جوانتي 100 ب 240 جنيه طب كم 240 جنيه معايا يعني كمان وبعدين بيقول لك ان كمان حتى يعني طبعا مش دور يعني الدور اللي انتوا يعني برضو طالبوا من الشركات وطالبوا فيه يعني او اذا كانت الشركه بتدي لك العلبه ب 150 يعني بيعها 160 طب خلاص هو بس عشان الحلقه اخر كلمه قبل ما نقول الحلقه بدل ما تعمل حضرتك بدل ما انت مشدد الرقابه قوي على الصيدلات بحيث ان الصيدلات في الاسبوع الاخير امتنعت اصلا عن توفير هذه المستلزمات لا حضرتك ممكن تشوف اي منتج مستورد بيجي بيبقى موجود في السجل في سجل المستوردين سهل جدا تبقى عارف كل تاجر وكل راجل اعمال استورد كام علبه كمامه وكام علبه جوانتيات وكم لتر وكم طن كحول تقدر. طيب. تجيبهم وتقدر تشوف هما بيبيعوا باسعار كام. كلمه اخيره تقولها للصيدله؟ اتمنى ان احنا دورنا يبقى ملموس، اتمنى ان شاء الله رب العالمين اعلان تكلفنا يكون في اقرب فرصه ان احنا ننزل ونشارك في المنظومه الصحيه في المنظومه الصحيه والله المستعان. طيب. انا ليا عتاب بس بسيط على بعض الشركات سواء طب بسرعه بقى العتاب ده بجد على يعني انت لما بتنزل النهارده خصومات لبعض الافراد الطاقم الطبي زي الاطباء والتمريض وتيجي تستثني الصيادله انا شايفها بصراحه سبه كبيره جدا في حق الصيادله انت يعني القطاع الطبي كله واقف على قدم وساق بيقدم خدمه للبلد وبيقدم خدمه للمواطنين كلهم. طيب. فحضرتك يعني يا ريت تبقى عارف كويس جدا ان الصيادله اساسا هم اللي موقفين القطاع الطبي على رجله. طيب على كل عشان التتر معاه في شكرا دكتور ربيع شكرا دكتور احمد احنا يعني نشكر حضرتك على الاستضافه دي وان شاء الله كانت حلقه يعني كويسه ان شاء الله ونيجي نتكلم بعد كده في في في, في, في موضوعات اخرى وطبعا في النهايه عاوز اقول ان احنا ما نقدرش ان احنا ننسى دور الصيادله ليهم دور كبير جدا وطبعا وهم الجيش الاساسي اللي احنا بنلجا له ان كان في بعض الاخطاء في كل حته بيكون فيها ايه الاخطاء ان شاء الله بإذن الله نلقاكم في حلقة جديدة إن شاء الله ببرنامج صحبة وأنا معهم وطبعا بالتأكيد في النهاية لازم أشكر أيضا الأستاذ محمد رمضان الأستاذ محمد الملكي الأستاذ محمد فؤاد الأستاذ تامر الأستاذ المخرج وليد عمارة وهنا أيضا التصوير والمصورين كلهم بشكرهم الموجودين في الاستوديو وبشكركم وطبعا زي ما قلنا المواهب أيضا اللي هي زي ما شفنا موهبة في اسكندرية لاعب كمال أجسام كان قاعد في بيته ولكن وفي ما كانش بينزل بيتدرب ولا كده عشان نتيجة إيه الحظ لكن قام بموهبه وكان بيوعي الناس من خلال ايه سكتشات جميله جدا هو وائل ان شاء الله نلقاكم في حلقه قادمه حتى ذلك الحين لكم مني ارق المنهى هو طارق عبد الجابر يقول لكم في امان الله وتصبحوا على وطن بدون اي وباء بدون اي شيء في وتصبحوا على خير والقاكم قريبا باذن الله الى اللقاء.